كما اعتدنا تعالوا لنقرأ سوية مقطع من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان حكومة السيد السوداني فرص النجاح أكثر من فرص الفشل، الدكتور جواد الهنداوي. حكومة السيد فرص النجاح أكثر من فرص الفشل، لماذا؟ الدكتور السفير جواد الهنداوي رئيس المركز العربي الأوروبي للسياسات وتعزيز القدرات، يمكن قياس النجاح من خلال ما يتحقق فعلا للمواطن وللدولة. ينتظر المواطن تحسين المستوى المعيشي والخدمات، وتنتظر الدولة مكانة وهيبة وسيادة، وينتظر المجتمع قانون وعدالة. أمام السيد رئيس الوزراء فرصا وليست فرصة، فهو أولا سيحكم في ظروف سياسية إيجابية بفضل الانسجام والتفاهم بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية. لن تكن أمام السيد رئيس الوزراء مواقف نيابية معطلة للتوافق النيابي الداعم للسيد رئيس الوزراء، وكأن مجيء السوداني تحقق من أجل إصلاح ما شهده العراق من فساد وتسيب. فكل خطوة يخطيها السيد السوداني نحو الإصلاح ومحاربة الفساد ستكون ملموسة ومرحب بها من قبل الشعب. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وانضموا معي للترحيب لضيوف الأكاديمي الأستاذ الدكتور جهاد العقيلي، طبعا صاحب كتاب جدل عراقي ساخن جيد، والأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ قاسم الغراوي. مرحبا بكما ضيفين كريمين. دكتور جهاد، الحكومات في أي مكان في العالم عندما تشكل فهي تمتلك مقومات أو عناصر قوتها وضعفها معا. ما هي عوامل أو عناصر قوة حكومة السيد السوداني؟ السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. هذه حالة طبيعية أو حالة سياسية واضحة لدى أي حكومة تنشأ أو تجدد الحكم في أي مكان ما، هي عوامل القوة والضعف ترافقها وتظهر في حالة التطبيق على الواقع العمل الميداني. فيما يخص السيد رئيس دولة رئيس الوزراء، أنه الآن أمام فرصة كبيرة ليخطو خطوات إيجابية لتنفيذ برنامجه السياسي اللي أعلن عنه، وتنفيذ هذا البرنامج إلى الجو الخاص لإنجاحه، وخصوصا أنه جاء في جو سياسي منسجم مع التحالف القوى، تحالف إداء البرنامج الحكومي. وهذه من أهم العوامل المهمة اللي تحركه وتدفعه لسير إلى الأمام في تنفيذ برنامجه الحكومي. هذه أولا. طبعا هي دكتور على ما يبدو أن هسه ما ندري نحملها على محمل حسن أو محمل سوء الظن، يبدو أن المشاكل كانت موقوتة وكأنها قنابل موقوتة، يعني مع بدء مهام السيد السوداني وحكومته انفجرت كثير من القضايا، خصوصا قضايا الفساد اللي الآن صارت يعني على كل لسان. هي قبل أن يأتي قضية، بس توقيتها كأنه تنفجر في هذا التوقيت. هي ربما تحولت إلى صالح بصراحة، يعني أشوفها لأنه جيد. انفجرت قبل لا يأتي، أحسن من أنه يأتي في الحكم وتنحسب عليه إذا ما تعثرت التحقيقات أو أصبحت حالته كحالة الحالات الفساد الأخرى وتختفي. فهو الرجل الآن أعلن في مؤتمر صحفي البارحة، أعلن عن متابعة كل تفاصيل الحادث، صفقة القرن. نعم. وهو من صفقة يعني صفقة الفساد. نعم. القرن الفساد. نعم. وهو يبدو متحمس لكشف حقائق حول هذا، وتسجل إلى حقيقة. نعم. هي شكل جانب سلبي على حكومة الكاظمي، ولكن سوف يحصد ثمارها السيد السوداني إذا ما تابع وكشف الحقائق للجمهور، وهي تحسب إليه وتسجل عامل إيجابي وعامل قوة في سياسته الداخلية. هذا جانب من جوانب العوامل الإيجابية. إحنا بشكل عام الرجل طرح برنامج حكومي واضح، وهذا البرنامج يضم كان برنامج السيد السوداني برنامج طموح، وكأنه يعي حجم التحديات التي ستواجهه. ودعني أنتقل للأستاذ قاسم الغراوي. مرحبا بك أستاذ قاسم. إحنا جناب الدكتور تحدث عن عوامل قوة
حكومة السيد السوداني التي ولدت في ظروف أشار إليها أن الأوضاع السياسية بدا وكأن الأمور منسجمة إلى حد جيد. زين، شنو عوامل ضعف هذه الحكومة أو عناصر ضعف هذه الحكومة؟ نعم، تحية لك يا أستاذ العزيز. مرحبا بك. وإلى ضيفك الأستاذ جهاد وإلى متابعي قناتكم الكرام. حقيقة مثل ما تفضل الضيف الأستاذ جهاد، يعني حتى هناك عوامل ضعف أو عوامل نجاح وهناك عوامل ضعف قد ترافق أي مسؤول في الدولة، وطبعا تستند هاي الأمور إلى معطيات من لاحظة انعكاسات على الواقع متى ما تحققت حتى نقيس مدى نجاح الحكومة من عدمها. ولكن بالمجمل طبعا ما زال هناك عوامل نجاح وعكسها طبعا هي عوامل الفشل. على سبيل المثال، على سبيل المثال لما أجمعت كل الكتل السياسية على اختياره بدون اعتراض، هاي نقطة تحسب له إذا ماكو اعتراضات. طبعا هذا جاي من سبب العملية السياسية، يعني تعرضت لاهتزازات كبيرة، لأزمات كثيرة، إلى تقاطعات كثيرة، يعني ذهبت في طريق مجهول للأسف طبعا. فكان الإجماع، نعم، فكان الإجماع الكتل السياسية هو اختياره، هاي نقطة مهمة. ثانيا، أعطى فسحة من مساحة بالاختيار الشخصيات اللي يريدها، يعني فرض على الكتل السياسية أن يختار الشخصية اللي يريدها بالوزارة حتى يتحمل مسؤولية حكومته في عطائها وفي شغلها على الأساس. النقطة الثالثة طبعا هو ما طرحه في برنامج الحكومي، وهذا المهم جدا، يكون يلامس تطلعات الجماهير. المشاكل غالبا ما نلاحظ التظاهرات والمشاكل والتصادمات وبسبب نقص الخدمات وبنفس الوقت المعاناة اللي تعانيها الناس، بطالة، فقر، وظائف ماكو، بنى تحتية ماكو. فأعتقد هو دام توجه لهذا الاتجاه راح يعيد أولا وشائج التواصل بين الجمهور بين الحكومة، يعني يعيد المركزية للحكومة، الجمهور يبدي يثق بوجود الحكومة. أنت الآن يعني حديثك ينسجم مع حديث جناب الدكتور اللي تحدث عن الإيجابيات، أريد البحث عن المواطن الضعف. طبعا مواطن الضعف إذا أولا دخلت الكتل السياسية في أحزاب، تعرف حضرتك في الدورات السابقة الكتل السياسية الوزير مالتهم في أي وزارة عنده مكتب اقتصادي أو هم عندهم مكتب اقتصادي، فيكوشون على مسألة الاستثمارات والمناقصات وما إلى ذلك. إذا ما دخلت الكتل السياسية ويشتغل بدون ضغط، يقدر هاي النقطة تحسب إليه، يقدر عنده يعني خيارات في التحرك بما يراه ملائما. هاي نقطة. النقطة الأخ طبعا ما زال هو اختار الشخصيات الوزارية، إذا هم يعني بدأ وكأنك تحاول تصور الموضوع أنه هو كان حر في اختيار كل كابينت الوزارية. لا طبعا، وهذا يعني طبعا ما تختار، حتى نكون منصفين يعني. لا أعتقد أنه كل الوزراء نكررها، يعني بعض الكتل والكتلة الكردية مثل إخوان الأكراد، نعم، يعني قدموا له سي في لثلاث سي فيات لشخصية واحدة. نعم. يعني إذا ما تريد هذا تلعن هذا بالنهاية، فرض يعني تريد أرنب هذا أرنب، تريد غزال هذا أرنب. طبعا هم من يخلون له مثلا على سبيل المثال ثلاث شخصيات إلى وزارة الخارجية. نعم. مثلا من ضمنهم مثلا السيد زيباري. نعم. السيد زيباري مثلا عليه ملفات، طبعا هو راح يضطر يتحول إلى شخص آخر. نعم. فؤاد حسين مثلا شخصية ثانية أو شخصية ثالثة، يعني حصروه بزاوية ضيقة يختار كذا شخصية. استاذ، قدموا ثلاث سي فيات لشخصية واحدة. شخصية واحدة. إيه يعني معناته يريدوه بالضبط. يعني هو. إيه طبعا، هو مو بس الكتل الحقيقة الكردية، أعتقد يعني بعض الشخصيات أشعر وكأنها مفروضة عليه، رغم إنه بعض الاختيارات هو اختارها يعني. نعم. بس اللي إذا كان هناك انسجام في الكابينة الوزارية وكما يبدو من خلال اجتماعاته ونشاط بعض الوزراء لحد الآن في وزاراتهم واحتكاكهم بالجمهور ومحاولة حل بعض المشاكل، إذن هو توجه حقيقيا لممارسة السلطة أولا ولحل بعض الإشكاليات الموجودة بالوزارة اللي لها تماس ويا الجمهور. وهذا ما لاحظنا من أكثر من وزير الحقيقة كان ميدانيا يتحرك. نعم. وهذا هو ما مطلوب طبعا. نعم. نعم. حتى يحقق نجاح، لأن النقطة الأهم أن يكون يعني قريب للجمهور، قريب للجماهير، قريب للشعب العراقي، باعتبار الشعب العراقي هو من يكون ظهيره، هو من يكون سنده في أمور كثيرة الحقيقة، غض النظر عن موقف الكتل السياسي والمنظمة السياسية. دكتور جهاد. نعم. يعني هناك مشكلة حقيقة استحكمت في الحكومات العراقية المتعاقبة، ألا وهي أن الكتل السياسية ترشح وزراء ثم تتحول هذه الوزارات إلى دكاكين للاستفادة منها. بتصورك السيد السوداني شلون راح يواجه هذه المعضلة؟
هو اعرف لانه هو عاش المرحله السياسيه بالتاكيد. احنا المجال اللي يشتغل به التحليل. نعم هو نعم. اعرف كل هالدكاتره الخفايا والزوايا. نعم الخفايا والزوايا. نعم. هو الرجل تحركاته ينطلق من منطلق الثقه بالنفس. نعم. واللي يوحي انه قادر على التغيير واجراء اصلاحات في هالمجالات اللي ذكر برنامجه. اما هذه الكتل هو اهم عامل نجاح له ايقاف او كشف. يعني ما نريد يكشف على الكل، يعني كشف القوى المؤثرة أو التدخلات المؤثرة لاستغلال هذه المناصب لصالح الخاص. وأنا يقين عندي إذا كشف أحد الآخرين هم من كيفهم يبتعدون. تعتقد أن القوى السياسية التي رشحت وزراء وكانت عليهم ملاحظات، تعتقد أن سيترك المجال للسيد السوداني لممارسة دوره الرقابي، دور المحاسبي، لو تحميهم هذه الكتل؟ هي شو احنا بعض الكتل، يعني اكو مؤشرات والشارع والرأي العام تحدث عن نعم. خبرة وزير او وزيرين عليهم بعض الملاحظات نعم. وما نجحوا نعم. ولكن رؤساء الكتل هم فرضوهم. وانا برأيي يعني هذه الكتل هي شي تدي تأثر، يعني اذا رئيس كتلة فاسد اشيله بالبيان، لانه احيد احمد برنامجي، انا اريد انفذ برنامج يخدم مصلحة الشعب. فهو عنده ملاحظاته، فأي حالة خلل يكشفها للرأي العام، ربما الرأي العام يساعده ويقوي موقفه على الصعيد. طيب والعمل السياسي الذي يستلزم أن تغطي أحيانا؟ لا، أنه جايب برنامج، هو طيب جايب رغبة وإرادة، فعليه أنه ينفذ هذه الرغبة والإرادة لصالح الشعب، وهو دائما يتحدث بهذا برنامج لخدمة مصلحة الشعب. وهو اختبار كبير جدا، وهي هذه المرحلة بعد ما تتحمل أكثر من اللازم. أمام تحدي كبير لإنجاز برنامجه على قد تقدير بما يخدم جزئيات برنامجه. هذا عندنا مرحلة قصيرة جدا، يعني يتعدى سنتين أو سنة واحدة، فبرنامجه كبير جدا، ونأمل أنه يضع أصبعه على الأهم القضايا الأساسية اللي تخدم الطبقة الفقيرة وحاجات المجتمع الأساسية. دكتور كاظم جهاد، دكتور جهاد كاظم العقيلي، الأستاذ قاسم الغراوي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الآخر الذي حمل عنوان حكومة السوداني الواقع والطموح، الكاتب قاسم الغراوي. حكومة السوداني الواقع والطموح، الكاتب والصحفي قاسم الغراوي. الملفات التي تضمنها البرنامج الحكومي هي الخدمات والاقتصاد ومحاربة الفساد ومعالجة الفقر والبطالة والبنى التحتية. والسؤال المطروح، هل يستطيع السيد السوداني تحقيق مفردات البرنامج الحكومي في ظل التوافق والمحاصصة مع إعادة تدوير بعض الوجوه في الوزارات وتغول الفساد في مفاصل الدولة؟ هل كان اختياره موفقا لكابينته الوزارية وبدون ضغوط أو فرض من الأحزاب السياسية؟ وما هي الفترة الزمنية التي يحتاجها لتطبيق هذا البرنامج، مع العلم إنه أعلن عن نيته إعلان موعد قريب للانتخابات، وهي الإشكالية التي عقدت المشهد السياسي ما قبل تشكيل الحكومة وأودت للتصادمات؟ مرحبا بكم مرة أخرى، وأجدد ترحيب بضيوفي الأكارم. أستاذ قاسم، طبعا عمل الحكومة ينبغي أن يبدأ بمكافحة الفساد، العمل على إيقافه أولا من خلال القبض على حيتان الفساد الكبير، ومن ثم فتح كل الملفات تبعا. ماذا لو اصطدمت هذه الجهود بإرادات الكتل السياسية الراعية لهذه الحيتان؟ نعم، الحقيقة يعني احنا نمتدح يعني شخصية السيد السوداني. نعم. لأن خلفيته وتاريخه. نعم. يعني نعم بلا شك سكته. نعم. نزاهه والكتل السياسي ما نأمله منه كبير يعني. نعم نعم، وبنفس الوقت هو ما يمتلك عصا سحرية حتى يغير الواقع على هذه التراكمات الصعبة، خصوصا فيما سبق السيد الكاظمي من إسكاليات ومن سلوكيات ومن قرارات ومن تنقلات ومن علاقات ومن صرفيات أموال وهدب الأموال. نعم. الحقيقة يعني يراد له وقت طبعا. المشكلة هو طبعا زار هيئة النزاهة، ومن ضمن ما طرح بعض أكو قضايا مستوية جاهزة يعني. نعم نعم، مثلا هذه صفقة القرن مع الفساد المستوية. نعم. أولا الشخوصها واضحين. واضحين. أماكنهم واضحة، بعضهم ألقي عليه القبض. يعني هل سيتعامل معها بجدية؟ نعم، هو يعني مجد في هذا الجانب. أولا
كون يعني برنامج الحكومي يعني عنوان محاربة الفساد. إذا برز أول ملف لازم يحاربه. هو أكد بزيارة الهيئة النزاهة أنه سيشكل لجنة داعمة وساندة للنزاهة. يعني معناته هو ديول اهتمام في هذا الملف. نعم. إذا ملف يعني فساد القرن كما يطلق عليه. نعم. الحقيقة في الإعلام. نعم. هو موجود أحد الأدلة الموجودة الحقيقة، وأعتقد يحتاج فترة للتحقيق أمام القضاء ثم طرح بعض الملفات، بعض الاستجوابات، بعض الشخصيات المرتبطة بهذه الشخصية. إذا ربما سنكتشف يعني فد أخطبوط من متغول في مكانات. نعم. يعني شرسة وقوية في الدولة ومؤثرة يعني. وأعتقد غالبا ما تكون هذه الملفات الفساد قريبة من البنك المركزي، مسألة سحب الأموال ومسائل الاستثمار، مسائل الإيداعات، مسائل الضرائب، مسائل كلها إنها متعلقة بهذه الأمور. بدليل إحنا اسم المصارف، تذكرون حضركم قبل يتوفى السيد الشلبي رحمه الله. نعم. يعني أشار إلى 49 مصرف. نعم. بملفات فساد. نعم. طبعا هو وراء فترة يعني توفى الحقيقة. نعم. وأعتقد يعني مصارف مو طبيعية تتعامل بالعملة الصعبة. نعم. وما يسحبوه من البنك المركزي لا يتناسب مع ما ممكن يستوردوه لصالح البلد. على سبيل المثال إذا أخذ مثلا 150 مليون مثلا دولار، هو يستورد مثلا 100 مليون على جهة. نعم. هذه صفقات الفساد المعروفة يعني. إذن هو يؤكد على الفساد، وأعتقد يعني هو ستيب باي ستيب، خطوة خطوة. أعتقد هو قادر أن يصل. وحتى أكد قال لا تقف أمام كشفنا لفلات الفساد أي شخصية أو أي حزب أو أي هذا كل طبعاً كل هاي نقطة قوية طبعا. نعم. هذا هو المأمول منه كشخصية يعني عرفت بالنزاهة، عرفت بكونها من عائلة مضحية مجاهدة، وأيضا يمتلك خبرة كبيرة في مجال إدارة المرافق الحكومية. دكتور جهاد، نعم. بأول جلسة لمجلس الوزراء طالب السيد السوداني الوزراء بتقديم كشوفات عن ذممهم المالية خلال أسبوع، وبادر هو في الكشف عن ذمته المالية. الرسالة اللي يريد يوصلها شنو؟ زرع النزاهة في نفوس الموظفين. جيد. أهم نقطة. جيد. وهي مبادرة حلوة. ومن يريد يطبق فطبقها على نفس الرجل. وهي حث الآخرين الوزراء، ونتمنى أنه يعني تقديري أنه حتى الموظفين اللي بدرجة رئيس قسم أن يجب أن يكشف عن ذمته المالية، لأنه أحيانا الفساد هو بدأ انتشر بالقاعدة، يعني تلقى موظف بسيط يمتلك ما يمتلك. فضروري انه هاي القاعده تعمم على الموظفين اللي يشغلون مناصب لها علاقه بالمال. فحتى تكون الصوره واضحه، ليس فقط على القيادات اللي وزير او وكيل وزير او مدير عام، وتكون الصوره واضحه، وهي وسيله يعني كعقوبه في حال الشخص انه انحرف او انكشفت في ذمته اموال كثيره، فعند ذلك يكون امام القانون يسال يطرح له السؤال من اين لك هذا؟ لا دكتور، هو من اين لك هذا؟ عفوا يعني انتشرت شائعه قبل الاعلان عن تشكيل الحكومه ان عدد من الوزارات تم بيعها، عدد من المناصب الوزاريه تم بيعها. هذا مدى علاقته او مدى ارتباطها بقضيه كشف الذمة المالية، وربما هناك رسائل لقادة الكتل التي رشحت الوزراء بأن ارفعوا أيديكم عن الوزراء حكومتي. يعني لازم يسأل قادة الكتل، جابوا الوزراء كشفوا عن الذمة المالية وليس الوزير. إذا الوزير مشتريها ما بقى شيء عنده. فهو يعوض. فهي إذن هذا يدحض ذاك. وهي هالمسألة مو زمن السيد السوداني، هي متوارثة يعني كلها. انه الوزارات والمواقع تباع، وقسم يعني ثبتت يعني طلعت الروائح ولحد الان ما نسمع اجراء قانوني او اتجاه بعض المسؤولين انه على الاقل يعني يحدون تصرفات او يضعون اشارات او حتى ما يسمح لهم ان يشتركون بالحكومه. يعني هو صح صعد عضو برلمان واخذ 5 مقاعد 10، يعني مو بالضروره انه يجيب وزير. يعني هي مو مساله انه يعني هناك العراق مليء بالكوادر.
يحتضنون كوادر مستقلة كفوءة، لكن يعني نفس المحاصصة الذي يفرض شخصية، هذا هو يعني نختبر كسر المحاصصة انه من احد الكتل انه يعبر هذا ويختار الكفاءات يفتحها، يعني هذا هو الحل الوحيد للمحاصصة. حتى يقولك احنا صرنا في هذا المنهج، هو البلد مو مختصر للكتلة الاولى واحدة او اثنين، البلد هو بلد العراقيين كله، بلد الشعب، فمن اي حق انه يمتلك القدرة والكفاءة ان يسهم في عملية البناء والتطور وانه حل مشاكل البلد. هي اصبحت مسؤولية اجتماعية على عاتق الشعب والمسؤولين التحالف إدارة البلد، ليست فقط مسؤولية السوداني. الرجل أعلن أنه يكافح الفساد أولا، فيجب أن الشعب والمسؤولين من أدنى موقع إلى أعلى موقع أن يتضامن مع هذا الجهود لإنجاح. وهذا أهم شيء نأمل أنه يصير تكاتف وتلاحم لإنجاز هذا الإصلاح البلد ونقله إلى بر الأمان. يعني كأنه أراد القول بأن إذا كانت المحاصصة قدرنا فينبغي أن نواجهها بشفافية عالية، شفافية ومسؤولية كاملة المالية ومسؤولية الشعب أستاذ قاسم، البعض يقول أن البرنامج اللي رسمه السيد السوداني برنامج ينطوي على مبالغة كبيرة، يعني لن يكون بمقدور حكومة عمرها سنة الافتراضي وتضع برنامج بهكذا سقف عالي، لكن السيد السوداني نفسه يؤكد أنه قادر على أن يخوض في هذا البرنامج وينفذه، رأيك؟ نعم، هو الحقيقة من طرح برنامجه وقبل لا يعني ينال ثقة بالبرلمان هو يؤكد على البرنامج، حتى في لقاءاته مع البرلمانيين مع المحللين السياسيين مع الإعلاميين يؤكد بالضبط. الشيء المطروح بالبرنامج الحقيقة هو مو صعب، بس أعتقد الراد لوقت، يعني مو من السهل أن يحصر نفسه بزاوية ضيقة باعتبار طرح مشكلة يعني الانتخابات المبكرة. وأعتقد إذا سارت الأمور بطريقة انسيابية وفيها نتائج إيجابية أعتقد ما راح يكون انتخابات في سنة، يعني تعبر يعني خل توصل على أي حال، يعني السقف المرسوم هو سنة، هو سنة، سنة هو مطروح بعد يعني قانون الانتخابات المفوضية، يعني إن شاء الله طويلة. هو طرح مسائل في تماس مع الشعب وهذا اللي يهدئ الوضع. أولا نريد يعالج الفقر والبطالة عزمتال، وهذا يعني نسبة، يعني آخر إحصائيات وزارة التخطيط تقول يعني نسبة أكثر من 25%، بينما يعني المؤسسات الدولية دول بوصل 30%. طبعا حضرتكم قنواتكم تغطي تظاهرات مع الخريجين، ما خريجين ما عندهم مضاف، هاي صعبة كلها، البنى التحتية يعني والحاجات، التحديات والمصاعب كبيرة والمهام كبيرة جدا أمام السيد السوداني. فإحنا يعني كمتابعين للشأن السياسي نقدر أنه يعني مدى استجابة الكابينة الوزارية، مدى وقوف الشعب العراقي، مدى مساعدة الكتل السياسية للنهوض بتحقيق مفردات البرنامج الحكومي. وأعتقد يعني بدي أضيف نقطة بالنسبة، هو اشترط على الوزراء طاهم مهلة 3 أشهر يثبتون يعني واقعيتهم بالوزارة، نشاطاتهم، شن اللي راح يقدموه ممكن، ونبه قال أنا عند استعداد يعني أقيل الوزير أو أخذ تحت قوة البرلمان يتم التحقيق فيها إذا في تقصير معين. إذا هو هاي الشفافية جزء من الشفافية اللي يتمتع بها، إنه واضح وما يسمح لأي كتلة سياسية تدافع عن وزيرها. الوزير سيضعه تحت طائلة المسائلة البرلمانية. بالضبط، هو يقول يعني أنتم اختاريته منكم أنتم، بس ما تتدخلون. أنا مسؤول عليه مثل الوزراء، هو قصر أو إنسان يعني كفو راح يستمر عمليا، راح يتمكن من تحقيق هذا؟ طبعا هو عمليا هسه البوادر هسه يعني فصل الوزير عن كتلته راح يتمكن من القيام به؟ إذا هو اختاره وشاف يعني خلفياته والسي في مالته ومهنيته والكاريزما واستقلاليته يعني بأداء الإداري، أعتقد يتمكن إذا كان هناك تعاون وهناك انكرادات. وأعتقد يعني البدايات يعني يبدو أكو هناك انسجام، يبدو هناك التزام، يبدو هناك متابعة. يعني هو حتى بأول يوم كان جمعة قال ما توقف قدامنا لا جمعة ولا عطلة، احنا نريد نختصر الوقت، نريد نقدم برنامجنا بفقرات هواية لازم يعني نواصل. وأعتقد يحتاج سند، يعني سند قوي من البرلمان والكتل السياسية ومن الشعب حتى ينطوا سند ودفع معنوي حتى يستمر، وخصوصا ملفات الفساد باعتبار يعني المعضلة الكبيرة الحقيقة اللي تواجه الحكومات المتعاقبة
واللي صار به هدر بالأموال وضياع بالأموال هو الفساد الحقيقي. جيد. فإذا نجح يعني ملف الفساد وكشف مثل ما تفضلت نعم. أخطبوط الفساد أو نعم. شخصيات يعني على مستوى عالي نعم. أعتقد يلتف الشعب حوله نعم. وطبعا هو لحد الآن ما محصل فرصة مثل ما حصل السيد العباد بوقته إذا تذكرون المرجعي والشعب نعم. بيد صح. من حديد صح. تذكر هذا الشعب وكان فرصته هذه كلش قوية مرجعية يعني تمثل يعني لكن الآن أكو تغيير أن البرلمان خلى من الكتلة الصدرية التي كانت تنافس على تشكيل الحكومة البرلمان طلعوا أعضاء الكتلة الصدرية وبقى هو مسنود من أكبر كتلة فكأن الطريق ممهد أمامه يعني يحظى بدعم سياسي من قبل الكتلة الأكبر كبير. هذه شنو أثره في عمل أو في تنفيذ السيد السوداني لبرنامجه هو طبعا هاي نقطة مهمة يعني سواء الكتلة السياسية بمجملها المنظومة السياسية بمجملها ساندته كذلك يعني ترشيحها من قبل إطار التنسيق نعم. إطار التنسيق تعرف أكثر من حزب أكثر من تجمع نعم. أجمعوا بدون خلافات نعم. على شخصيته هذا ينطي دعم معنوي للكل خلال تصريحاتهم لاحظناهم داعمين إلى وبقوة حتى هم يعني من الكتلة السياسية اللي قالت لي أنت بإمكانك تختار الشخصيات الملائمة للوزارة بدون احتراض من عندنا واجبنا أن نكون سند إليك في مسيرتك وإدارتك للدولة لأن ترشيح كان من جانبنا وعلى من واجبنا أن نقف إلى جانبك لتحقيق كل مفردات البرنامج تعتقد أن الإطار ما راح يخذله؟ أنا أعتقد الإطار راح يوقف في جانبه وقفة قوية وهي لسبب واحد هو الفترة اللي مرينا بها قبل اختيار السيد السوداني فترة عصيب في مواجهات قوية واهتزازات في العملية السياسية وتعرض العملية السياسية اللي يعني خطر كبير طبعا واليوم المسؤولية تقع على عاتق الإطار التنسيق حتى يثبت أنه أهل المسؤولية بترشيح هذه الشخصية وهو يتمكن من إدارة الدولة بوجود هذه الشخصية وعليه أن يقف بقوة مع هذه الشخصية حتى ينجح لا يوجد يعني مجال آخر أما ينجح أو ينجح هو هذا عنوان حلقتنا حكومة السيد السوداني يعني لا خيار أمامها إلا أن تنجح أو تنجح دكتور جهاد منه يعني إحنا نسمع أحيانا أن هناك من يتصيد على السيد السوداني ويأمل لحكومته الفشل من هم هؤلاء الذين يأملون فشل حكومة السوداني النوع وليس الأسماء يعني العراق صراحة أكو صراع خارجي وداخلي بالعراق أهم أن نخشى الصراع الداخلي أكو قوة لا يعني ما تحبذ أن العراق أن يركب قطار الأمان ويصير في مركب الأمان بناء واستقرار شعبه ويأمل أن يكون العراق نقطة تبقى نقطة ساخنة للتصيد ولخدمة مصالحه الاستراتيجية أو النفعية سواء كانوا في الداخل أو في الخارج هذه إشارة مهمة من جنابكم أنه هناك إرادة داخلية تحاول إفشال حكومة السيد السوداني كما أن هناك إرادة ربما خارجية وهذه مهمة يعني بمن تتمثل الإرادة الخارجية؟ الخارجية قوة القوة نتصور أن حتى أحيانا القوة اللي تظهر داعمة للاستقرار هي تلعب أوراق التسقيط ليبقى العراق غير مستقر لأنه المطامح كبيرة والبلد ثري وأنه معروف عن العراق إذا استقر سوف ينجز شيء ما والعراقيين طبعاً احنا بدون شك احنا مصيبتنا وهي جهة الولايات المتحدة الأمريكية التي قيل أن سفيرتها حين التقت السيد السوداني حذرته من أن يسلك سلوك السيد عبد المهدي لأنه سيواجه نفس المصيبة دكتور كاظم دكتور جهاد كاظم الجيلي أستاذ قاسم الغراوي أنتم أيضاً أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطع من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان حكومة السوداني إما أن تنجح أو تنجح ماجد الحداد حكومة السودان إما أن تنجح أو تنجح الكاتب ماجد الحداد الحكومة اليوم هي أمام تحديات كبيرة على جميع الأصعدة والمستويات ولعل أبرزها في الجانب السياسي لقد وصلت الأحزاب والكتل السياسية إلى حالة من الخصومة والعدائية بشكل كبير الأمر الذي وصل إلى الصدام المسلح والاغتيالات المنظمة وأبرزها أحداث المنطقة الخضراء
في ليلة 30 من الشهر الثامن العام الحالي، ليلة الانقلاب الفاشل. يجب أن تكون الحكومة راعية لفتح جلسات الحوار بين القوى السياسية جميعاً، والعمل على استمرار العملية السياسية بالطرق السلمية حصراً. يجب أن يتكاتف الجميع من أجل نجاح هذه الحكومة، لأن نجاحها يعني شفاء العملية السياسية، وأن يستعيد المواطن ثقته بدولته، إذ شهدت الانتخابات الأخيرة مقاطعة جزء كبير من الشعب العراقي. مرحبا بكم مرة أخرى، وأجدد الترحيب بضيوف الأكارم الأستاذ الدكتور جهاد كاظم العقيلي، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ قاسم الغراوي، كما أرحب بكم أنتم أيضا مرة أخرى وأخرى. السيد السوداني قال راح أبدأ برنامجي الحكومي بمتابعة أو العمل على إنجاز المشاريع التي حققت نسب 80 فما دون، ومن ثم نبدأ بتنفيذ برنامجنا كاملا. شلون تقرأ هذا التصريح؟ طبعا يعني الحقيقة هو أكد على النقطة، أكو مشاريع متلكئة بسبب من ملفات الفساد، وكل ملفات فساد لا شك بعضها واصل 70% و80% و90%، إذا أنجزها أعتقد يعني هناك مشاريع عمرها يعني عشرات سنين. نعم، عشرات مع السنة، مدارس، مستشفيات، مؤسسات وما شابه ذلك. أعتقد هاي نقطة مهمة يأكد عليها، على الأقل يبين إنجاز واضح في زمن هذه الحكومة. ثم النقطة المهم في حكومة السيد السوداني، على أقل تقدير، على أقل ما يقدم المفترض خلال فترة سلطة بالدولة، هو أن يؤسس لإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها. تعرف المواطن الحقيقة فاقد الثقة بكل شيء بفعل هذه التراكمات، بفعل التصادمات، بفعل عدم تقديم الخدمات. فالجمهور العراقي فاقد الثقة بكل شيء، فالسيد السوداني يؤسس إلى علاقة طيبة، ثقة المواطن لمؤسسات الدولة. فإذا نجح السيد السوداني، وهذا شعاره طبعا خلال المقال، ينجح أو ينجح، إذا بدأ خطوات صحيحة وإيجابية وأكو فشيء ملموس على أرض الواقع، أعتقد تصير استجابة جماهيرية، استجابة من الكتل السياسية، استجابة من كل يعني المجتمع العراقي، أن يكون داعمين ويتفهمون. يعني حتى لو استغرق وقت الراس صبر لبعض المشاريع، لبعض القرارات، لبعض، وايضا حتى في احد جلسات الجسمه بيفكر يقدم عناوين للقرارات لصالح الشعب العراقي للبرلمان حتى يحصل على تصويت له، وهي نقطه مهمه. النقطه الاكثر اللي اكد لها هو اثناء الحديث مالته يأكد على الشعب، يأكد على الفقير، زيارة الوزارة الصحة على سبيل المثال، قال يعني يكون إنسان، هو الرجل يعني انتشرت صورة إلى يطلع من باب بيتهم اللي بمحافظة طيسان. نعم، يعني رجل من أبناء الفقراء. نعم، هو أيضا من الداخل، يعني إذا متحسس معاناة الناس، هذه المواصفات التي ذكرت تتوفى الشخصية. إذا يقول هو يجوز فقير ما عنده 5000 يشتري علاج، لهذا قال أنا راح أصر عندي تخطيط لإعادة بناء أو استثمار معامل أدوية حتى أوفر أدوية للناس المحتاجة والبسطاء وكذا، وعلى هذا الأساس توطين الدواء طبعا. يعني تأكيد على هذا الجانب. هو الصحة مهمة جدا، والتعليم مهم جدا، والقضاء يأخذ دوره طبعا، وهذا خلال زيارة السيد فاق زيدان إليه أعتقد لتفعيل بعض الملفات. تحديات كبيرة أمامها، ما يعين هواية يعني. إيه هواية الحقيقة، يعني مكافحة الفساد، مكافحة البطالة، هواية يحتاج يعني مشاريع، قرارات، تصويتات. أيضا ركز على نقطة مهمة وهو قرار الموازنة لعام 2023، باعتبار يعني هناك إشاعات لا توجد رواتب الموظفين، وحتى يدحض هاي الإشاعة ويحقق هذا التواجد. مشاريع كثيرة الحقيقة، مخططات كثيرة، يحاول ينشط كل الوزارات، يحاول يتابع بنفسه، ربما يعني في فترة 3 أشهر. ما نأمله أن يتمكن السيد السوداني من تحقيق أو تنفيذ برنامجه الذي أعلن عنه. دكتور جهاد، شلون تشوفون طبعا حكومة السيد السوداني دونا عن الحكومات السابقة قبل أن تشكل، شنت عليها هجمات إعلامية مكثفة من قبل بعض الجهات، هسه ربما بعض الجهات مختفية وراء عناوين أخرى، يعني شنو هذه القضية؟ الوصول إلى السلطة، يعني أسألك باعتبارك متخصص، رجل متخصص إعلامي، هو الوصول إلى السلطة تكون الصراع يكون كلش قوي يعني، ويصير الجدل، عندك الكتاب ساخن ساخن وعلى كافة المستويات للوصول، فالتسقيط هو شيء أصبح واقع يعيش العراقيين،
مو بس على مستوى رؤساء الحكومات، أصبح على مستوى الشعب، على مستوى دوائر بسيطة. فهذا التسقيط أصبح حالة يعيشها العراقي لأسباب يعني نفعية. فالسلطة هي أهم حالة نفعية ترى يعني، بس مالها كثير يعني. فالمال الكثير يغري، فيدفع إلى هذا الاحتدام والصراع لإسقاط سواء كان السوداني أو أي شخص آخر يرشح. والكثير من القادة أحيانا ظلموا بصراحة. ليش إحنا بتشويهات تهم وآراء ربما الزمن أثبت أنه بعيدين عنها، وآخرين هم يمتلكون هذه الصفات المشوهة ولكن هم في أمن وسلام ويعيشون ويترغدون بنعم وفيرة ما شاء الله. فإحنا السوداني عندنا أمل بهذا الرجل، لأن بتقديري يمتلك الإرادة والرغبة، ومن يمتلك الإرادة والرغبة لابد أن يحقق شيء معين. باعتبارك متخصص إعلام دكتور، يعني هناك بعض من أشار إلى أن هذه الهجمات كانت لصالح السيد السوداني لأن تثبت العكس، رب ضار نافع، وهي قضية مرتبطة بما يمكن أن يحققه السوداني ليدحض أو ليثبت، لأنه رجل ما عليه ملفسات فيخشون هاي يعني. إحنا أصبحنا خبراء يعني السوداني رجل ما عليه أي، صار له قد من 2003 لحد الآن ما موجود أعداءه هواي ما شاء الله، ما وجدوا عليه فد شيء يشكل مؤشر سلبي عليه، فهذا يخشاه. فدائما الصالح أنه يكون نقيض الطالع. الرجل عنده مشروع وإحنا أمام الفرصة، وكل إحنا معاه إذا أثبت القول على الواقع فعلا، وهو يبدو يميل إلى الفقراء، وإحنا كليتنا نميل للفقراء لأنه الفقراء هم أبنائنا وأخوتنا وابن لحم شعبنا مثل ما نقول. فنأمل أنه يحقق بقدر إمكانيته وبقدر ما يتوفر لديه من مال إكمال المشاريع اللي شرتها إلى اللي هي أكثر من 50%، وهي تكلفتها قليلة جدا، إضافة أنه يمتلك وفرة مالية موجودة بسبب سعر النفط العالي. فهاي الوفرة المالية يقدر ينجز هذه المشاريع، وأنا أأمل أنه السيد السوداني أن يستفيد من تجارب بعض الدول وخاصة مصر. مصر بنت كثير من البيوت وبلطت شوارع والجسور. دكتور تستنفد هو راح يقدر يكسر القيد الأمريكي اللي ربطه بمصر وربطه بالأردن؟ إحنا مو هذا، أنا قصدي تجربة مصر اعتمد على الجيش. لا، يعني سؤالي هذا مبني على هذا الأساس، أن مصر لم تقيد، الحكومة المصرية لم يوضع أمامها قيود أو على أيديها قيود، في حين أن السيد الكاظمي يعني ورط العراق هذه اتفاقيات تكلف العراق ماديا ولم يجن منها شيء. هذه الجانب النفطي بس. احنا الجانب التجربه الداخليه يعني ما برنامج الحكومه على الداخل، برنامج الحكومه المصري اللي تبناه السيسي انه استثمر وجود الجيش لبناء طرق، لبناء جسور، اعمار مدن. فاحنا شنو الضير؟ عندنا ما شاء الله جيش كبير جدا، واحنا حال السلم. استفيد من خبرات المهندسين في دائر الدوله وموجود وعزيز طبعا يعول كثيرا على طاقات الحشد الشعبي، خصوصا الحشد الشعبي مر في تجارب مهمه منها مثلا استغل هذه المواطنين استغل هذه كل الحالات، استغل هذه على الاقل تكثير ابلط العراق شوارع هاي اللي هسه تريد تكلف اموال هائله. فهذه موجود قوه عامله يعني الجيش. احنا ما اصور انا بالدقيقه الاخيره دعني انتقل للاستاذ قاسم يعني تكمل لهذا. انت قلت يعني يتعرض للهجمه، واعتقد راح يتعرض بعد اكثر. ليش؟ لان هناك تقريبا 400 قرار راح يتم الغاء صادر في حكومه الكاظمي، والمحكمه الاتحاديه اصدرت قرار بعدم شرعيتها. وهو وجود تنقلات شخصيات ما اعرف ايش. فهو من عندي سؤال نختم به يعني طبعا. انت يعني ايش قد الفتره الزمنيه اللي طلبها برنامج السيد السوداني، خصوصا وانه اعلن عن العمل على اجراء الانتخابات؟ طبعا هاي الانتخابات اللي كانت معضله امام نعم الحقيقه. البرنامج هو قسم ثلاث اقسام. قسمه من خلال متابعتي له قسمه انا قصد كلامي هذا السقف الزمني اللي حدده هذا كافي لبرنامج الطموح الكبير الهائل. وكو بعض الامور ينهيها بست اشهر. جيد. هو مقرر لها ست اشهر. ممتاز. المرحله الثانيه سنه الى سنه ونص تنتهي بعض المشاريع.
المرحلة الثالثة تنتهي وهي نهاية حكمه المفترض 4 سنوات، ولكن الكتل السياسية من باب يعني إلزام نفسهم بهالموضوع للتيار الصدري، باعتبار التيار الصدري يعني ضغط على الكتل السياسية أن تعلن موعد الانتخابات مبكرا. والسيد الصدر طبعا ما حضر بوقت الحوار الوطني اللي رعاه السيد الكاظمي لا الأول ولا الثاني، إذا هم يحسون ملزمين، جميع الكتل السياسية ملزمة بوجود موعد الانتخابات مبكرة. أعتقد إذا تم إقرار قانون موعد الانتخابات مبكرة الشيء اللي يريده هو ما راح يحققه كله طبعا، باعتبار هناك بعد استراتيجي لبعض المشاريع تتحقق في نهاية يعني حكمة اللي لمدة هو 4 سنوات مفترض تتحقق، قد تتحقق بعض المسائل في 6 أشهر في سنة في سنة ونص. احنا الأربع سنوات هذه ربما تتقدم كثيرا، اعتقد بس مو سنة، ما اعتقد يكمل يعبر السنتين، وجهة نظري يعبر السنتين، واحتمال ساند الكتل السياسية اذا حقق طفرة نوعية في يعبروا يجوز الى فترة اطول. جيد. الاستاذ الدكتور جهاد كاظم العقيلي، الاستاذ الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ قاسم الغراوي، شكرا لكما، كنتما ضيفين كريمين. ايها الاحبة، كتب الاعلامي قاسم العجرش معدي البرنامج الخاتمة التالية: الامل الوحيد في التغيير على عسره وصعوبته هو اتخاذ محمد الشيع السوداني وكابينته الوزارية أول الأمر طريقا وسطا بين الاستقلال وبين مدارات الجهات السياسية الدولية والمحلية، ومن الاستقلال بين الاستقلال وبين مدارات الجهات السياسية، ومن ذلك التخفيف من حدة الخضوع لأمريكا، والهزيمة النفسية أمامها، والتحلي بقدر من الثقة بالنفس في المواقف السياسية والاقتصادية، وتفكيك شبكات اللجان الاقتصادية للأحزاب ومنعها من الولوغ في المال العام كما حدث في الحكومات السابقة حتى بلغت أوجها في حكومة الكاظمي سيئة الصيت. في أمان الله.